طبعا الفكرة الثالثة، يعني نريد أن نعرف يعني مدى تفاعل الأقسام هذه مع الواقع السياسي في النظام السعودي. طبعا الوهابية الجامية هذه يؤيدون محمد بن سلمان، أما الوهابية السرورية وبعض الوهابية الداعشية فتؤيد أحمد بن عبد العزيز، لأنها تعتقد أنه سوف يرجع لشيوخ الوهابية وللأيديولوجية الوهابية، يرجع لها مكانتها وكذا، يعني يعتقد